الرحمن الرحيم. ولولا رحمة ما خلقكم ولا أوجدكم ولا أعطى أحد منكم سمعا ولا بصر كل من رحمته ولا ذوقا ولا حسا. وهكذا يذكرنا الحق سبحانه وتعالى. يعني تجيب بعض الأمراض، بعضه يفقد الشم فيها أيام ما عاد يشم، من شان يعرف أن مسألة الشم دي ما هي ملك لك. بعد يفقد الطعم، بعدين يفقد الطعم وما عاد يقدر أشهى المأكولات عنده يشميز منها، ما عاد بغاها، من شان يعرف أن ما هي ملك للمشتهيات ولا الأذواق فيها، دل عطية من الحق. إذا أراد يسلبها يسلبها. يقول للحجاج الإعرابي من رجل عنده في 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 نهار في غير رمضان، يقول له قدم له، قال كل أيها الإعرابي، قال إني صايم. قال ما هذا الصوم في هذا الحر، في يوم حر، يوم حر شديد؟ قال صمته ليوم هو أشد حرا منه. قال صم، افطر اليوم صم يوم ثاني. قال وأنت تضمن لي بقاء إلى يوم ثاني؟ حجاج قال إنه طعام لذيذ شيء، قال ما طيبه طهيك ولا طبخك ولكن العافية. العافية إذا أعطاك الله إياه، وإلا لو سلبك هذه العافية خلوا من أحسن الأنواع، ولا تذوق له مذاق ولا تطعم له طعم ولا تبغاه. الله أكبر. قال والله ما طيبه طبخك ولا طهيك ولكن طيبة العافية من عند ربك هو اللي أعطاك. قال ما رأيت يوم مثل هذا اليوم. ما جاء على طريق قدام العرابي، كل ما جاب له كل ما جاب له كلمة أكبر منها. جاءت قال له ما طيبه طباخك ولا طهيك ولا إذا الله. وهو كذلك، بس الناس يظنون أنه هذا ملكهم. ما شيء لك ملك، عطية بس، عارية عارية، يعطيك سمع يعطيك بصر، إذا بغى يسلب يسلب في أي وقت، ما شيء لك ملك أنت سبحانه. وأنت في عافيتك مفتقر إليه كما أنت في مرضك، وأنت في غناك مفتقر إليه كما أنت في فقرك، في كل أحوالك أنت مفتقر إليه، أصلا ما تملك شيء. ولكن إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.